استاذ عدي، هؤلاء لا يمتلكون شرف الخصومه، والا لو امتلكوا شرف يعني شرف الخصومه لكانت هناك ادوات ممكن تعزز هذا المفهوم، ولكن عندما يطالب هؤلاء بتأجيل تطبيق يعني حقوق يعني المحافظات الغربيه التي ضمنت ضمن ورقه الاتفاق السياسي، وبالتالي هناك توقيتات زمنيه ضمن هذه الورقه، هذا جعل الشارع الانباري يغلي الان اتجاه هؤلاء ويوجه رسائل سواء كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الفضائيات أو عبر كثير من المساحات للتعبير عن رأيهم بأنهم رافضون لهؤلاء ورافضون لإعادة تسويق هؤلاء. بالتالي هناك فوائل مثل ما أشرت الداخلية وفي العملية السياسية وفي الحكومة، يعني هذه الحكومة تدفع باتجاه تعزيز هذا التقسيم من أجل إضعاف الفاعل السياسي السني إن صح التعبير. بالتالي يريدون أن يمرروا قرارات ويريدوا أن يعني يكون الفاعل السياسي مجرد موظف في الحكومة العراقية فقط يؤدي وينفذ ما يتم ما يملى عليه من قبل الفاعل السياسي الآخر. بالتالي هذا الموضوع لن يحصل، لأن هناك مشروعية جماهيرية هي من انتخبت سواء كانت الدورة الرابعة أو الدورة الخامسة، وهؤلاء هم ممثلون لهذه الشريحة والطيف الواسع من المحافظات الغربية. بالتالي لا يمكن أن يتنازل أو لا يمكن أن يساوم على تنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي. الطرف الآخر يريد شخصية ضعيفة، لا يريد يعني طرف هنا قوي. من تقصد؟